ندخل بقى على دكتور محمد عبد الوهاب. دكتور محمد، في البداية طبعا نقول أول نصيحة بتنصحها لكل مواطن حاليا مع بداية رفع الحظر. تمام. طبعا هو يعني بداية رفع الحظر دي في حد ذاتها بشرة خير. طبعا بالظبط، بشرة خير، لأن احنا معركتنا مع فيروس كوفيد 19 هي معركة وعي مش أكتر. احنا محتاجين الحظر الذاتي، الحظر الذاتي، الحظر مش سلوك مجتمعي قد ما هو سلوك فردي. بالظبط، بمعنى ان انا يعني مش الحظر اترفع يبقى خلاص يبقى احنا ناخد اجازه من كل حاجه وكل اللي احنا كنا بنعمله خلاص على كده، لا، انا الحظر هيفضل مستمر معايا. يعني عايزين نوضح، الحظر ممكن يكون في سبيله ان هو يترفع، لكن الفيروس موجود يا جماعه وبقوه. بالظبط، الفيروس ما زال موجود واحتمال العدوى ما زال موجود، فانا سلوكي اللي كنت بستخدمه الثلاث شهور اللي فاتوا اثناء الحظر، من ارتداء الكمامه، من النظافه الشخصيه المتكرره، بلبس الكمامه في البيت ما اخلعهاش لما ارجع البيت، ما المسهاش طول ما انا بره البيت، ما المس وشي طول ما انا في الشارع بره البيت، طول ما ايديا مش نظيفه، الغسل الايد المستمر لمده 30 ثانيه طالما انا بره البيت ولمست اي حاجه خارج المحيط اللي حواليا لازم اغسل ايدي كويس، التباعد بالكحول او اعقمها بالكحول لو ما لقيتش ميه وصابون، التباعد الاجتماعي متر ونص المترين، كل ده قائم ومستمر معانا حتى بعد رفع الحظر، اللي هو رفع الحظر اللي في الشوارع، لان زي ما حضرتك قلتي الفيروس ما زال موجود، احتمال العدوى ما زال قائم، ما زال لسه بل عندنا اكتر بل اكتر، لان احنا خلاص رفعنا الحظر. بالزبط. هو يمكن رفع الحظر ده هيخفف شويه من تكدس الناس في الشوارع في الساعات اللي هي كانت اثناء اللي قبل الحظر، عشان كان الناس الان عايزه تروح قبل الحظر، لكن ما هيمنعش ان ما زال هيبقى ناس في الشوارع، وما زال المواصلات فيها ناس، وما زال المحال التجاريه وكل المصالح هيبقى فيها ناس، فلازم ودلوقتي كمان هيبتدوا ينزلوا الاماكن الاخرى، المقاهي والكافيهات والمطاعم والنوادي. فلازم كل ده التزامنا بتعليمات الحظر الذاتيه الفرديه قائمه كما هي رغم رفع الحظر، مع ان زي ما قلنا لحضرتك رفع الحظر في حد ذاته ده بشره خير، وتدعونا للتفاؤل والامل ان شاء الله اللي جاي باذن الله. يعني انا كفايه عليا ان انا اسمع صوت الاذان بالكامل زي ما تعودنا عليه، دي ادتني احساس بالامل والطمانينه، وان شاء الله هيرفع هذا البلاء عن مصر وعن العالم كله ان شاء الله في الفتره القادمه.